السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفضل 11 طبيبا في العالم: أولا القرآن الكريم، ثانيا كثرة شرب الماء، ثالثا النوم الكافي ليلا، رابعا الهواء الطلق النقي، خامسا المشي 30 دقيقة يوميا، سادسا الغذاء الصحي المتوازن، سابعا أشعة الشمس، ثامنا العسل، تاسعا الحبة السوداء، عاشرا الرضا بالقضاء والقدر، 11 انتبه لهذه الوصايا: تنفس بلا إله إلا الله، وعاتب نفسك بأستغفر الله، وتألم بالحمد لله على كل حال، وتعجب بسبحان الله وبحمده، وافرح بالصلاة والسلام على رسول الله، واحزن بإنا لله وإنا إليه راجعون، واكسر سم عينيك بما شاء الله تبارك الرحمن، وأزل همومك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وابدأ ببسم الله واختم بالحمد لله. فتح الله علينا وعليكم أبواب الخير والسعادة، والسلام عليكم. محبكم الفقير أبو بكر. إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك، والسلام عليكم.